أهلا بكم متابعي قناة اليوم السابع في كل مكان، من مدينة كلابشة بمركز نصر النوبة بمحافظة أسوان، من مشروع إسكان البيت الريفي بمدينة كلابشة الذي يعد تحفة فنية ومعمارية على الطراز النوبي القديم. ومشروع إسكان البيت الريفي من المشروعات السكنية التي نفذتها الدولة في قطاع الإسكان بمركز نصر النوبة بمحافظة أسوان. ومشروع إسكان البيت الريفي بمدينة كلابشة يقع على مساحة 90,000 متر مربع، يضم حوالي 300 منزل. مساحة المنزل 150 متر مربع، مقسم إلى نصفين، 70 متر مباني و 80 متر حوش سماوي. وتم البدء في المشروع سنة 2006، حيث تم بدء الحجز بالمشروع وتم الانتهاء من المشروع بالكامل وتسليم العقود للحاجزين سنة 2021، كما قدم العميد عبد الرحمن عامر رئيس الوحدة المحلية لمدينة كلابشة العديد من التسهيلات للحاجزين للانتهاء من تسكينهم بالمشروع. وقامت الوحدة المحلية لمدينة كلابشة في الشهور القليلة الماضية بإجراء القرعة العلنية للحاجزين تمهيدا لتسليمهم الوحدات السكنية الخاصة بهم، كما ساهم الانتهاء من المشروع في الاهتمام بالمنطقة بالكامل، حيث امتدت يد الإعمار إلى منطقة الإسكان الريفي بمدينة كلابشة غرب المدينة.